تعتبر مشغرة من أعرق البلدات والمدن اللبنانية عمراناً وتاريخاً، وإن كنا لا نعلم على وجه التحديد عمرها التاريخي وفي أي زمن تكونت، إلا أننا نعرف أن عمرها يربو على 1200 سنة. وتعود تسميات مشغرة إلى عدة صيغ، فيرجح بعض أرباب المعاجم أن أصل كلمة مشغرة هو فينيقي يقابله ثغر في العربية، والمعنى الأصيل دفق وانفجر وتدفق، وهو يطلق على الأمكنة التي يتدفق منها الماء، والثاني بمعنى الخلو والفراغ. ولكن من المرجح أن تسميتها تعود إلى المعنى الأول لمناسبته مع كثرة مياهها وغزارتها وانتشارها. مشغرة حسب تاريخها بتحدى شرقاً كانت معروفة بالمشغرة والقرى السبع اللي حواليها. شرقاً كانت وادي التيم، يعني لأنه كانت عدة إمارات تحت لواء مشغرة، بديت عدة إمارات تحت لواء مشغرة. وادي التيم شرقاً، سلسلة جبال باروك غرباً، بديت مشغرة من منطقة اسمها تومات نيحة اللي سابقاً كانت ملك مشغرة، حتى منطقة يقال لها باب مارع المعروفة بمزرعة باب مارع حالياً. هيدي حدود إمارة مشغرة السابقة. تسميتها عبر التاريخ يقال إنه أحد ملوك جبيل كان عنده بنته وابنه، خاف إنه بعد موته يتصارعوا على الملك، بيعطي الملك بالساحل بجبيل لابنه، وبينقل بنته على منطقة مشغرة اللي معروفة بالأميرة شهرة، ونقل صناعة الذهب مع على الداخل. مشان هيك في منطقة تعتبر مغاير وتعتبر بالصاغة، مسميات بالصاغة. ومشان هيك دايما كانوا الباحثين عن الكنوز دايما يفتشوا بهالأماكن هاي. وإلى تسمية تانية إنه مشغرة تملك 42 نبع وعين مي، وجود المياه نسبة للشواغير سميت بمدينة الشغرة نسبة لكثرة المياه فيها. عندما نتحدث عن النبي نون لابد أن نتحدث عن مشغرة بشكل عام. بلدة مشغرة التي يقع فيها مقام النبي نون، بلدة مشغرة هي بلدة تاريخية قديمة، خاصة بوجود وفرة المياه فيها، يعني حتى الآن فيها أثار بيزنطية، يعني أن المنطقة كانت معمورة سكانياً وحضارياً وإنسانياً منذ آلاف السنين. والتاريخ الإسلامي في البلدة يعني تقريباً من أكثر من 1200 سنة هناك حضور إسلامي في بلدة مشغرة، حسب طبعاً التاريخ من أراد تتبع فليتتبع في ذلك. لمشهد النبي نون عليه السلام قداسة في نفوس أهالي مشغرة وغيرها من القرى المجاورة، يقصدونه بالزيارة والنذرات إلى يومنا هذا. وقد أصابته القذائف الصهيونية بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، هذه القذائف التي لم يسلم منها صغير ولا كبير ولا مسجد ولا مقام ديني، ثم أعيد بناؤه وترتيبه مؤخراً بشكل محكم وجميل. عندما دخلت دبابة إسرائيل قصفت هذا المقام بالدبابات خوفاً وجود مقاومين أو كذا، وطبعاً إسرائيل معروفة أن تقتل الأنبياء وتدمر مقامات الأنبياء، يعني هذا التاريخ إسرائيلي حافل صهيوني حافل بالجرائم والقتل. ولكن أعيد بناؤه طبعاً من جديد على يد طبعاً لجنة الأوقاف بمساعدة أهل الخير. أما صاحب هذا المقام فلا يعرف على وجه التحديد من هو، ومن المحتمل أن يكون صاحبه والد يوشع بن نون. طبعاً ليس هناك روايات تؤكد أو تثبت مسألة من هو النبي نون، هناك طبعاً يحتمل أن يكون هو والد يوشع بن نون. يوشع بن نون مذكور في كتب التاريخ، في كتب قصص الأنبياء وغيرها والسيرة، أنه كان وصي النبي موسى، يعني بعد وفاة النبي موسى عليه السلام هو استلم زمام الأمور في بني إسرائيل. قديما وحديثا كانوا مزار النبي نون معروف عند كل الطوائف اللي سكنت المنطقة من مسلمين ومسيحيين يزوروا المقام، ما في تفريق كان، انه
هيدا من لطائفة معينة، الكل بيقصده والكل بينظروا له، وله فضائل النبي نون. مشان هيك بالعهود السابقة والعهود الحاضرة كتار نذروا للمزار النبي نون، واستجاب الله لدعائهم ولنظرتهم تحققت. أنا بذكرك حادثة يعني ذكر ليها المرحوم والدي عن والده، يعني هذا بدك تعتبريها عمره أكثر 150 سنة، بس ذكر ليها والدي عن والده. كان شاب وتعرض لحادث شلل، 3-4 سنين مشلول، صار يحطوه أهله على السطيحة حد البيت. بقي فترة وهذا صار بالليل صار يناجي النبي نون إذا بيشفيه، وندر وندر بيزوروا النبي نون بفترتها، وحامل خيزراني كأنه عم يتعكز عليها النبي نون، بيمسد له من راسه لإجرائه من إجرائه لراسه وبيقول له قوم يا حسين. بهالفترة بيقول له أنا ما في قوم، بيقول له بلا صحية. والمعروف بين أهالي مشغرة أن السيد محسن الحسين القزويني إمام بلدة مشغرة المتوفي عام 1933 قد بذل جهوداً هامة في بناء مقام النبي نون عليه السلام، ونتيجة مساعيه ساهم مسيحيو البلدة في البناء، كما ساهم المسلمون في بناء إحدى الكنائس المسيحية، وقد دفن السيد الحسيني داخل هذا المشهد عملاً بوصيته، وكان مواظباً على قراءة زيارة عاشوراء والاحتفال بعيد الغدير في مقام النبي نون عليه السلام مع حشد من أهالي مشغرة. لابد الإشارة في هذا المجال أنه المرحوم السيد محمد حسين القزويني هو أصر على أن يدفن في هذا المقام، لأنه كان هناك تنازع على الأوقاف، أو أنه كان هناك تشكيك من قبل جهات الدوائر أنها غير أوقاف أو كذا، فأصر أن يدفن في هذا المقام ليؤكد أن هذه أوقاف إسلامية يجب الحفاظ عليها، واستطاع أن يثبت حتى بدفني هنا، إضافة إلى بعض من أهل الفضل وأهل التقوى كانوا يوصون بدفنهم في مقام النبي نون. لذلك هناك مقابر خارج، في قبور داخل المقام وفي قبور خارج المقام لتثبيت هذا الواقع إن شاء الله. كان بعض الناس مثلا إذا ولد كان مريضا كانوا يأتون به ويغمسونه في بئر النبي نون، في بئر المقام قرب المقام، وكان له أثار حقيقة. بعض الذين كان ينجبون أولادهم ويتوفون كانوا يأتون بالولد المولود ويغمسونه أيضا في هذا في ماء المقام، فهناك كرامات حقيقة لهذا المقام. هناك معتقد عند الناس أنه فيها المقام هيدا بير، هذا البير اللي هو قدام المدخل الرئيسي هون، يصير فيه حوادث مع العوائل منهم إخواننا المسيحيين، واحد يخلع وما يعيش بعد منه ولد، يعني يجي الولد إما يموت تلقائياً أو يعيش شهر شهرين ثلاثة ويموت. من هالمنطلق هيدا الناس كانت تجيب الولد اللي عاش حطوه بإفي أو بكيس وبحبل وسقطوه بالبير ويقولوا له حلوف يا بير الغطاس يا بير الغطاس، نعاش فوق راسي راس لا أعرف عن جلعين والراس. هيدي سلفي معروفة وكتار من الناس عملوها وفي مشيئة رب العالمين، يعني تولد المرأة فيما بعد شخص بصحة كاملة. نحن ببيتنا صارت عنا السيد، عندي خيل كبير علي الله يطول عمره، خلق من بعده اجى 3 أولاد، بنت ما عاشت وصبيعين، يعقوب وأيوب، سمون يعقوب وأيوب، وأنا خلقت مريض، كانوا دايماً دايريني على إبلي ما بنعرف أي صاحب يبصم. إلى أن إجا واحد عن بي شخص من أشخاص قال له يا عمي خدوا على بير الغطاس، حلفوا على بير الغطاس لعلي لخيي. فبيقوم بي بيجيب خيي، كانت الدنيا بحالة عاصفة ثلجية، حطوه على بغل وجابوه لهون، صا
سقطوه بهالبير بعد ما طبعا حطوه بكيس او بكفي او شيء، وقالوا له حلوف يا بير الرطاس يا بير الرطاس، العاش فوق راسي راس لا احلف عليك العين والراس. حلق وشيء قدر رب العالمين اني عشت انا. طبعا المقام تاريخيا ايضا هو موجود بالتاريخ، يعني يذكر ايضا السيد محسن الامين في خطة جبل عامل ان في مجغرة كان هناك مقام للنبي نون وعليه قبة، يعني قبة كانت قبة اكيد عمار قديم من الحجارة القديمة، وكان مقاما متواضعا على ما اظن لانها هي كانت منطقة جبلية لا تصل اليها السيارات او انما سيرا على الاقدام. ومعروف يعني بالتاريخ أن الأنبياء والأولياء والصالحين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا مضطهدين، يعني كانوا ملاحقين، فيكون سكنهم في الجبال أو لجوءهم إلى أماكن مرتفعة في ذاك الوقت هو هربا من الطغيان والظلم والاضطهاد وإلى ما شابه من هذه المسائل. ولكن يعني كما تذكر كتب التاريخ أن هذا المقام قديم كان مبنيا طبعا بشكل متواضع، ويقال أنه في زمن السيد محمد الحسين القزويني الذي جاء إلى مجغرة من النجف سنة تقريبا 1905 وقام بتجديد هذا المقام بمساعدة أحد المغتربين، فبنيت له بناء من القرميد. يستقبلك مقام النبي نون عليه السلام في بلدة مشغرة بدرج حجري قديم يوصلك إلى الباحة الأمامية للمقام والمطلة على سهول البلدة الرائعة، ثم إذا نظرت إلى المقام فيطالعك بناء حجري تعلوه قبة خضراء، وقد كتب على قطعة رخامية تعلو الباب الرئيسي للمقام مقام النبي نون عليه السلام، وفي الداخل طريح النبي نون عليه السلام الذي يقع في الزاوية اليمنى، وهو عبارة عن قفص حديدي يحوي قبر النبي عليه السلام. ومقام النبي نون أنا حسب ما ذكروا لي أهلي أنه وقت عمروا المقام فترة زمنية اكتشفوا القبر، وجد النبي نون مع بالعقد الثاني يعني عمره 10 أو 12 سنة ولد معه مذبوحين ذبح ومنهم فنيين، يعني دليل قد ايه عمره النبي مع ابنه اللي كان معه منهم فنيين. طبعا هذا المقام كان تقام فيه بعض الدروس الدينيه، بعض الدروس الحوزويه، بعض المناسبات الدينيه، وهو الان مثل مزار، يعني هو مزار يزوره الناس ويقومون باداء الصلاه فيه، مثلا يوم عرفه يحيى فيه، والحمد لله يعني يعتبر المقام فيه بركة. طبعاً في لجان، أي مثل ما أنك شايف النظافة بشكل دائم، في لجان بتطل دائماً، وفي ناس بتنظر إنها تنظف المزارات، إما الجامع إما المزار، في ناس بتنظر إنها تعمل مولد بالمقام. بالأعياد الدينية بينزار وبنعمل نشاطات فيها. المقام كبناء طبعاً نستطيع الإشارة هنا أن النبي كما يروي الأهل أنه مدفون في زاوية هذا المقام، ولكن لا يعرف أين بالضبط مكان الضريح. البعض يروي بعض الروايات على أساس أنه جاء إلى أحدهم وقال له أنا مدفون هنا، أو بعض الكبار في السن يروون هذه الروايات، ولكن هذه الروايات غير محققة يعني ومثبتة، فلا نستطيع أن نجزم بها. فلذلك أكثر السيرة عند الناس المتوارث عن آبائنا وأجدادنا أنه في هذه الجهة الجنوبية من المقام، لذلك شيد المقام على هذا الأساس، وطبعاً أنشئ ضريح رمزي كتعبير عن وجود القبر بالجهة الجنوبية. لما صارت المتغيرات وصار يطلعوا على التواريخ قالوا أنه وجد هذا القبر بس مش بهذا المكان،
بالزاوية، زاوية هذا البيت. هذا المقام مثل مقام أي مكان مقدس عند الطوائف. بحن له الإنسان بيجي منزور النبي، أول شيء منتمتع بهالمناظر الخلابة، ثاني شيء منصلي ركعتين في هذا المكان، نتشكر رب العالمين على الأرض. هي النبي نون خبرتني عنه ست على أنه لفى على بلد اسمه دير صالح، دير صالح تحت بالسهل، صار يجي بالليل وفل بالنهار. على قولهم أنه إجوا اللي عم يسألوا عنه، سأل ردت وحدي من اللي قاعدين قالت لي إني عمي في عنا زلم بيجي بالليل وفل بالنهار، هلأ لحقوا دعسة وديك الطريق يجي لهون يقعد هون بالنهار وبالليل يجي، لحقوا الدعس. عند ما لحقوا دعس ولقوه هون تحت الشجرة هاي هونيك ذبحوه تحت الشجرة. هلأ بعد فترة يوم أو 24 ساعة فقدوه أهل دير صالح إنه ما بيانش، كمان إجوا على الدعس لقوه مدبوح جيبوه دفنوه هون على الميل القبلي، دفن تحت الشجرة هاي دفن ورا هون، دفنوه هون وعملوا مقام، صاروا تطلع الناس لهون على المقام لهون يقولوا النبي نون، صاروا يجوا يزوروا هون وكذا. هي تبرعات، شو البناء من تبرعات، ايه من تبرعات الناس، وكل الناس بس ينذكر النبي نون مستعد يتقدم. وكما نرى ان المقام يتالف تقريبا حوالي مساحته حوالي 6 غرف، في غرفتين يعني غرفة للنساء للصلاة، غرفة أيضا للرجال إذا أحدهم أراد أن يعني يقوم بأي عمل عبادي، خلوة، اعتكاف أو ما شابه، في غرفة خاصة. وأيضا في مصلى تقريبا حوالي 4 غرف أو أكثر، هذه أقسامه مع مئذنة يعني بسيطة متواضعة، ودار أمام عنده عدد من الأملاك. وفي كتير ناس بيندروا أنه بيتركوا بيوقفوا أرض وأملاك، كانوا يوقفوا له أملاك لألو له وقف للنبي، فش هون إلى حدي كله للنبي. وبعدين في النبي مغي فوق، هي النبي اللي معمرينه فوق قطين صغار، هذا بسمع أنه ما قبلش العمار، حسب ما تقول ستة أنه ما قبلش العمار، صاروا يضبوا من البلد من خشبي، واحد يجيب خشبي واحد يقلع حجر ويجوا ليعمروا، يعمروا بالنهار يجوا بالليل الصبح كل واحد يلاقي خشبته قدام باب، ما قبلش العمار، عمر جنود المعافى هو ما قبلش العمار. طبعا هو يقع في منطقة تعتبر منطقة النبي نون، كل الأرض الحول المقام هي أرض مملوكة تقريبا لمقام النبي. كما تلاحظون أيضا حتى الشجر السنديان العتيق هو يعني يعتبر تاريخ من تاريخ هذا المقام، لأن تلازمت هذه الأشجار مع المقام. يعني الآن عند الناس هناك قدسية للوقف، لذلك حافظوا على الأشجار لم يقطعوها لأنها تقع في أرض الوقف. طبعا هو بدون ما يكون في بيت رطاس، نحن لهذا المكان حسب معرفتنا نحن وأطفال أنه كان في شخص فاضل مدفون في هذا المكان، هل هو نبي أم رجل صالح من تقي من أطفياء الله، وكان في قبرين هون أنا بذكرهم، قبر شخص معروف من البلد من عنا، وكان في قبر تاني يقولوا هيدا قبر النبي. لك هو حقيقة كما ذكرت هو كان محط يعني زيارة من كل القرى المجاورة، والنذورات أيضا من كل القرى المجاورة، وكثير كانت ما تأتي الناس. الآن أصبحت الانتقال إليه أسهل، لذلك الآن أيضا هو يزار وينظر له النذور. لا أدري، قد يمكن الآن أن هناك حملة تنظيف، قد تجدون في بعض الأيام هناك شموع قد أضيئت، يعني في كثير من الناس يأتون لإضاءة شمعة في مقام النبي نون أو لأداء صلاة معينة أو إلى آخره كنذر. والحمد لله الآن تقام بالمقام كما ذكرت كثير من المناسبات وكثير من الصلوات، وخاصة أصبحت المنطقة عامرة، يعني لا يخلو من هذا المقام من المصلين والداعين في كثير من المناسبات، مثل يوم عرفة يحيى في هذا
مثل زيارة يوم الغدير، زيارة الغدير أيضا تحيا في هذا المكان. يعني في هناك بعض الأمور نحن تعودنا أن بعض المناسبات تعودنا أن نحييها في هذا المقام، غير المناسبات التي نحييها في مسجد البلدة. شكرا. الحقيقة أن هذه الأمور نحن نعلم أن عبر التاريخ كما ذكرنا أنه حركة الأنبياء، حركة الأولياء، ربما يكون النبي قد مر في منطقة جلس فيها تحدث فيها فيصبح منطقة فيها شيء من البركة بالنسبة للناس، فعلى مر الزمن تنقل الرواية من جيل إلى جيل وتتطور إلى أن تصبح أن هذا مقام للنبي. يعني قد يكون مقام جلوس، قد يكون مقام كلمة، قد يكون مقام فيه أي أثر للنبي، فالناس يريدون أن يقربوا الصورة الإيمانية أكثر فيبنون. طبعا نحن أنا شخصيا أقول أنه لا يجوز أن نتأثر بهذه الأمور على نحو أنه دفن النبي هنا أو لم يدفن. نحن لا نؤكد لأن التاريخ والروايات يعني إذا أراد الإنسان أن يحقق لا يصل إلى نتيجة جازمة في هذا الأمر، لأن روايات متعددة واحتمالات كثيرة، قد يضع بعض الاحتمالات ولكن لا يستطيع أن يجزم. فنستطيع القول من خلال الآثار أن هذه المناطق هي كانت حركة للأنبياء وللأولياء ولأصحاب الرسالات، وكانوا يسعون لنشر هذه الرسالات، أو أحداث جرت إلى أثار في هذا المقام. فلذلك أي مقام نحن نقول أنه يجب أن يكون مقاما يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، يذكر فيه الله، مقام عبادة، مقام تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو لم يكن حقيقة هناك مقام، نستطيع أن نحول هذا إلى بيت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذه البيوت تكون عامرة بالإيمان وبالمؤمنين وبالدعاء وبالأعمال الطيبة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن حتى المقامات أو المسجد هو محراب، فيه محراب، يعني حرب على الظالمين، حرب ضد المعتدين وإلى آخره، تتحول إلى بيوت ثقافة وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وانطلاق في حركة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا لا نستطيع أن نجزم بذلك، هناك روايات متناقلة من الأهل أن النبي، وكما ذكرت أن هناك بعض الناس دعوا رؤية النبي وأنه أشار إليهم إلى الدفن في هذا المكان، هذه متناقلة من الآباء والأجداد للأبناء، ونحن سمعناها، ولكن يعني ليس هناك لا حفر حتى يؤكد وجود رفات أو ما شابه، ولا هناك روايات تاريخية موثقة تذكر هذا الشيء بالتفصيل، خاصة الأمور القديمة يعني كانت لا توثق تاريخيا كما في بعد عصر الإسلام. يعني عصر الإسلام هناك قد نجد بعض التوثيقات أو بعض الأمور موجودة في كتاب معين أو في مسألة معينة، في ورقة معينة، في وصية، في تشير إلى معلومة. أما بالتاريخ القديم ليس هناك تسجيل شيء موثق حتى نستطيع أن نجزم أن هذا. نحن نحتمل أن يكون هنا كما روت التواتر بين الناس، يعني وليس هناك روايات مذكورة أو مشهورة، أن يكون مدفون في هذه البقعة. يعتبر مقام النبي نون عليه السلام محجاً للزوار والقاصدين من مختلف الأقطار، فضلاً بأنه عرف بكراماته الكثيرة لدى الكثير من الأهالي والزوار. فضلاً عن ذلك، فالمقام يشكل مكاناً عبادياً هاماً، وفيه تقام الصلوات الخمس بشكل جماعي ويومي.